السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم سعيد من يلا اي سبورت. حبيت أشارك معكم هذا الفيديو عشان نعمل مراجعة بشكل سريع عن ويب كام من لوجيتك اسمها بريو 4K ستريم اديشن. زي ما انتم شايفين، هي الكاميرا البريو 4K ستريم اديشن، أول كاميرا من نوعها من لوجيتك، بتصور بكواليتي 4K على 30 فريم بير سكند. خلينا نعمل انبوكسنج بشكل سريع ونشوف شو محتويات الصندوق. طبعا داخل الصندوق الكاميرا نفسها اللي هي لوجيتك 4K بريو 4K ستريم اديشن. هذا هو شكل الكاميرا الخارجي، زي ما انتم شايفين مودرن لوك وكومباكت سايز. بيجي فيها بلت ان كليب، هذا الكليب عشان تثبت القاعدة على السكرين او على شاشة اللي انت حاب تعمل منها ستريمينج. بتحرك بشكل للأعلى والأسفل 180 درجة، وأيضا بإمكانك تتحكم بزاوية التصوير عن طريق الكليب، والكليب هذا قابل للإزالة. يعني إذا أنت مش حابب تخلي الكليب، بإمكانك تثبت منصب ثلاثي أو ترايبود إذا حابب تغير زاوية التصوير. طبعا الكاميرا بإمكانك توصيلها بشكل دايركتلي على الكمبيوتر عن طريق الـ USB 2.0 أو 3.0 Type A و Type C، وشرط أنك تصور بالـ 4K Quality لازم تستخدم الـ 3.0 USB Connection. طبعا للتوضيح، هذا الفيديو مأخوذ عن طريق كاميرا ويب كام تقليدية من الموجودين في السوق، مش باللوجيتك. احنا الهدف من التصوير بكاميرا تقليدية هو المقارنة بين الكواليتي اللي موجودة بالفيديو هذا، ورح نعمل فيديو تاني نشوف الكواليتي تبعت اللوجيتك بريو 4K ستريم اديشن. احنا حطينا اللوجيتك بريو 4K ستريم اديشن مكان الكاميرا التقليدية للتوضيح فقط. نفس ظروف التصوير اللي كانت موجودة بالفيديو الأول، نفس مكان الكاميرا، نفس زاوية الرؤية، نفس ظروف الإضاءة. الفرق الوحيد اللي أنتم ملاحظينه إنه أنا شلت الهيدسيت وبطلت أحكي عن طريق البلت إن مايكروفون الموجود بالهيدسيت. أنتم عم تسمعوا الساوند كواليتي تبعت البلت إن مايكروفونز الموجودين في الكاميرا، يعني الكاميرا بتعطينا فول كومبليت سولوشن فور ستريمينج. الكاميرا بتعمل اوتو فوكس، هي اول كاميرا للستريمينج بتعمل اوتو فوكس، ما في داعي انك تعمل اي نوع من انواع المانيوال فوكس، سواء السبجكت اللي بيطلع بالصوره كان على مسافه بعيده او قريبه، او في اوبجكت انت حابب تفرجيه الاودينس تبعك، الكاميرا لحالها بتعمل اوتو فوكس، ما في داعي انه انت تعمل مانيوال فوكس. Everyone, my name is Mazen. I'm a Hearthstone player and streamer for Yala Esports. Now the reason I'm doing this video, I just wanted to introduce myself. And I also want to do a review on the Logitech camera I got from Logitech. You can already see the difference between a normal camera and the Logitech camera. I mean, this is beyond amazing. The 4K resolution and the quality of the camera. I mean, look at my hand moving in the normal camera and the Logitech camera. I would like to thank Logitech very much for this camera. This is helping me to stream way better than normally. And thank you everyone for being supportive to Yala Esports. Peace out.